في هذا اليوم هذا يوم يعني فعلا موعود بان فيه واحد النوع ديال التضامن والتآزر مع الاخوان ديالنا في المدينه القديمه، وفي اطار هذا النوع من الركود وهذا الجائحه ديال كورونا ما عرفوا الاقتصاد يعني من تدهور، هذه واحد المبادره يعني يجب ان نصفق لها، وربما انا كنظن ربما ان يجب ان تعمم على جميع تراب المملكه. احنا اليوم انا الى جانب الاخوان ديالي عمده مدينه طنجه ورؤساء ومستشارين ومجتمع المدني من اجل هذا الاثاره الانتباه اولا، لان هذه الشريحه من التجار تآزر معهم ويعني لفت الانتباه للمعاناة اللي كيعانيوا منها وهذا يعني الأزمة الخانقة. نتمنى الله أن تكون هذه يعني عندها واحد الإشعاع، وكاين واحد اليوم يومان يعني 15 و16 اللي ماشي يكون فيها واحد النوع ديال فحال واحد يعني الأثمنة ما تكون يعني ما يعني في المتناول ديال المواطنين، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ان هذه العمليه انها تنجح وتعطي الاهداف ديالها المتوخات منها. الجولة ديال المدينة العتيقة كنا درنا مع السيد العمدة وحباب الفكرة، وكان زارني الأسبوع اللي فات وقال لي سي العوامي أنا كنوعدك من هذا المنبر غادي نعمل واحد الحملة تحسيسية الأسبوع اللي ماجي هي اللي على حساب اليوم. الإخوان بغيت نعرفكم حول الزيارة ديال المدينة العتيقة، جات بالمبادرة مع السيد الوالي الرجل اللي كيسهر على المدينة العتيقة بالليل والنهار، وخصنا نعاونوه وخصنا نكونوا بجنبه، وهذا الشيء اللي كيعمل انتم كتشوفوا الحاله الحمد لله بدات كتزيان. دونك اذا عندي واحد الرساله للسكان ديال المدينه العتيقه، الاخوان خصنا نحتفظوا بهذه النظافه هذه ونزيدوا القدام ونعملوا يد في يد مع السكان ومع التجار ديال المدينه العتيقه باش نعطيوهم واحد الدفعه القدام. ومن هذا المنبر كنزيد ناكد الاخوان غادي نعملوا واحد برنامج ان شاء الله، ونكونوا اتفاقيه ان شاء الله مع السيد المندوب ديال وزاره السياحه. دائما كناكد على وزاره السياحه وعلى الرئيس ديال المنعشين ديال كيات باش نعملوا واحد برنامج بحال اللي كانوا كيعملوا قبل ملي كانت الحدود مفتوحه. قبل كانوا لي زوتيل كانوا كيعملوا 50 60 اورو فيها يومين، فيها لونتا الي وروتور ولوتيل، كيجيو كيباتوا هنايا وكيعملوا الدوره في المدينه وفيها الفطور وفيها الدوره، كيبداو من الاصبع اشهر فيها 60 اورو. هذه علاش ما نحبوش احنا هذه الفكره هذه ونطلقوها في المغرب كامل ونعملوا احنا 500 درهم الويكان، يجيو لنا هنا السواح لوطيلات يعمروا والبازارات يخدموا والمحلات التجاريه حتى هي تخدم. وكنتمنى تبقى هذه الزياره هذه تقريبا كل اسبوع، ماشي نعملوا واحد السيمانه ونقطعوا ونقولوا راه حنا عملنا، راه مازال ما عملنا والو، احنا عاد في البدايه، وهذا الشيء خصو يكون كل اسبوع. من هذا المنبر كنوجه رساله للسيد مندوب السياحه خصو يخدم على هذا الملف هذا مع لي زوتيل ويطيحوا الاثمنه، وكذلك عندنا لي ميزون دوت رنايا لي ميزون دوت في المستوى عندنا داك الشيء ديال الكلاس حتى هما خصو معاهم يطيحوا الاثمنه باش على الله ما نادمش السائح المغربي السياحه الداخليه تشجع وتزور المدينه العتيقه، وراه كاين بزاف ما يتشاف الاخوان، راه المدينه اليوم ديما رجعت بحال كرانادا الامبرا الامبرا ولا عندكم الامبرا الامبرا، والله العظيم مرحبا بكم الاخوان، راه كاين بزاف ما يتشاف وغادي تكتشفوا بزاف ديال الحاجات اللي كنتو ما عمركم شفتوهم في حياتكم.
كما كتلاحظوا هذه جولة سياحية لفائدة بعض فعاليات مدينة طنجة. لهذه الجولة كنتمنى أنها تبقى أسبوعية. هذه الجولة تحت إشراف جامعة طنجة بشراكة مع ولاية طنجة وجمعية المرشدين السياحيين بغرض حث الساكنة على 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 زيارة المعالم الجديدة والقديمة التي تم تهيئتها في المدينة القديمة لطنجة. بالنسبة لنداء 15 و16 يناير هو نداء تلقاه فعاليات بعض شباب سكان مدينة طنجة قصد إنعاش التجارة على مستوى المدينة القديمة. إذن في هذه اليومين احنا كنقولوا طنجاوة ماشي هبطوا للمدينة يتسارى يفطر يتغدى يشري شي حاجة ويطلع بحالهم للدار ديالو. هذه المبادرة اليوم اللي قامت بها جماعة المجلس الجماعي ديال طنجة بشراكة مع الولاية وبعض المتدخلين مؤسسات هي جات في واحد الإطار ديال حول انتعاش المدينة القديمة والتعريف بهاد إعادة الهيكل للمدينة القديمة. كاين بعض المآثر اللي هنا اللي كانوا السكان مدينة طنجة ما كيعرفوهمش أو حاجة أخرى أن نحاول نخلقوا واحد النشاط في المدينة. ثم كتعرفوا في إطار هذه الأزمة اللي دازت ديال كورونا اللي باقي كنعيشوها كاين بعض ديال الإخوان في المدينة كتجار كأصحاب البازارات صناع تقليديين عاشوا واحد الأزمة وحنا في كاسنا بالدور ديالنا من هنا كندعي جميع مواطنين ساكنة مدينة طنجة ما فيها باس يجي يعملوا واحد الزيارة للمدينة وخاهر يحسوا من هاد التجار وهاد الصناعية بأن راه كاين واحد الاهتمام. دازوا 10 شراهر واحد تبارك الله لأن هاد الناس هادو مساكن دابا صافي تقريبا عامين كاين واحد الركود ما كاينش السياح ونحاولوا ما أمكن ما نبقاوش نعتمدوا على السياحة الخارجية راه حنا كاين الناس المواطنين ديالنا اللي كيهتموا بالصناعة التقليدية ونشجعوا السياحة الداخلية. بهذا المنبر هذا نعاود كندعي هذه بادرة هذه غير بداية وإن شاء الله غنعملها كل أسبوع غتكون واحد الخرجة اللي غتكون فيها زيارات بزاف ديال النقاط. اليوم ما غنشوفوش المدينة كاملة ولكن حنا حددنا كل أسبوع غتكون واحد الخرجة وغادي ننتجوا نشوفوا يكونوا فيها أنشطة فيها زيارات المحلات غيكونوا دي فولكلور غيكون هنا دونك غتكون واحد الحركة جديدة في المدينة.
gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun, a trillion birds. Say again, this is my message to you. المعرجة في إطار هذه المبادرة للتضامن مع المدينة العتيقة، حنا شاركنا باسم مؤسسات لحظات وطنجة لتثمين الذاكرة. بهذا المعرض هو عبارة عن عدد من الملصقات التاريخية اللي كتأرخ روح فترة معينة وبالأخص في المسائل السياحية اللي كانت هنا في مدينة طنجة منذ بداية القرن إلى أواخر الخمسينيات. فهنا واحد العدد من الملصقات اللي عملها واحد العدد من الرسامة الأجانب اللي فيهم ماريانو بيرتوتشي، هيرلامي مدريد، جاك ماجوريل، ماتيو بروندي، واحد العدد الرسامين اللي رسموا لي زافيش في ذاك الوقت اللي كانت كتأرخ وهي جميله وكلها مرسومه باليد في ذاك الوقت. والحمد لله كاين اقبال وكاين زوار ديال المدينه ومن خارج المدينه، وحنا جد سعداء وكنتمنوا ان شاء الله نعطيو اكثر، وفي جميع المناسبات حنا حاضرين بكل قوه ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم. هذه المبادرة الثامنة وحنا فرحانين بزاف بها، كنا فاقدين هذا النشاط وفاقدين التجمع. هذه يعني أن لنا ولبلادنا ونسيدنا اللي تبرع علينا. كيفاش جبرتوا تفاعل الناس معاكم؟ كيفاش متفكرين؟ بخير، كل شيء لقينا عطشان، كل شيء فرحان، كل شيء نشط، وكثر خيركم جميعا. زعما احنا موجودين ان شاء الله اي مناسبة كاينة احنا موجودين، وهذا وطننا وبلادنا عندنا من جديد نفتخروا بها. انا خلقت في هذا الميدان، تربيت فيه ورثته من عند الاباء ديالنا رحمهم الله. فاحنا فرحانين بزاف الذكريات اللي كنا الذكرى اللي كنعملوا. لكن حي الرحيم مع الجميع، مع اللي ماتوا مع اللي حي اكثر. فشكرا لكم على الضيافه. السلام عليكم وتبارك الله عليكم. الحمد لله احنا يا فرحانين بعد المبادرة اللي دارت لها الناس للبلاد، لأننا كنا مفقدين هذا النشاط وهذه الحيوية، وثم شفتوا بأن الناس كتاوما متعطشين هذا المناظر وهذا النشاط. وكتمنى والله يكون هذا الشيء على استمرار سيمانة سيمانة ولا شهر شهر، يحييو الإنسان كتا الناس راه قنطو وكيتمنوا يفوجوا في حال هذه المراحل في حال هكذا. هاد الساحة بزاف، لأن هاد الساحة نستغلوها ويستغلوها حتى المواطن، لأن منظر سياحي وعنده تاريخ قديم مع أوتيل كونتيلينتال، حتى هو عنده واحد تاريخ عريق. وما كرهناش يكون هنايا واحد المبادرة من هاد الناس الفن، الناس اللي في حالة طقطوقة هادشي اللي كاو عانينا في هاد كورونا، وكنتمنى والله يزول علينا هادشي. وإن شاء الله كنتمنى وكنشوفوا بأن راه المسيرة ماشية لقدام إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.